كان اسمك نادر صباغ. اشتقت لك. حلك تشتاق؟ قلت لك دوختيني. وقلت لك ما عندي شك. شو عم تعملي؟ عم بتروق. رح شوفك الليلة؟ شوفك الليلة مبين. وكل ساعة. مبروك عليك. وأنا بالمكتب. باي. باي حياتي. أكيد مش معك قد عم بحكي. ليش بدلة حمراء؟ أنت اخترتها؟ مش بدلة، هي جاكيت لوحدها. الحقيقة إنه موضوع الشخصية هيدي هي بتفرض حالها. يعني نادر صباغ في جملة بعدني حافظها لهلا رح أقول لك إياها. بيكون اللي شخصيته بيكون مصاحب الممثلة عم بيشكي لي همه، بقول له أنا، وهو شوفير بيشتغل عندها، بقول له بجملة كتبها شكري فخوري ونوجه له تحية كتير كبيرة، بقول له اشكر ربك اللي قاعد ورا دريكسيون من جلد، لأنه أنا يا منايم على مخدي مليانة دم من إيدي المشققين، لأنه دولاب الجبالي كان يبقى مشنصر. هيدا الرجال اللي لعبت له شخصيته حدا كان فقير عمل حاله بحاله بالمقاومة، تعب لقدر وصل لهون، بس وصل وصار مرتاح قلب على النساء والسهر والشرب والأمور اللي شفناها، هي اللي ركبت له شخصيته. هلأ تيابه اللي بده يلبسهم إلهم علاقة بالماضي تبعه وبالطريقة اللي وصل لها، فكان المفروض يبهرق شوي باللبس. مسلسل العاصفة تهبوا مرتين اللي كان ينعرض على تلفزيون لبنان بإمكانياته الضعيفة اللي منا كتير ضخمة، قديش كان نقل نوعية بحياتك؟ كتير عمل فرق بالدراما اللبنانية. يعني كان جريء يعني، بس ما خدش الحياء.